جاهدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله كرامتكم وضيافتكم عند رب العالمين قصوكم وبيوتكم وإن شاء الله إيواءكم إن شاء الله هناك ينتظركم والله ما بينكم وبينها إلا خروج الروح حالي العلم أنا حاجة من قبل 20 سنة برضو انقصفت بيتي من سنة 2000 بداية الانتفاضة أول ناس انقصفت دارهم وبشر الصابرين الحمد لله رب العالمين هذه الدنيا مش لحد دائما كل زائرين وكلنا راحلين إلى الله سبحانه وتعالى كلنا قادمين إلى الله فهنيئا لمن قضى رسالته كما طلبها الله على رضا الله سبحانه وتعالى هاجروا على شهادة في سبيل الله نعم استحضروا النية أنكم إن شاء الله مشاريع في هذا إن شاء الله كلنا مشاريع في هذا بإذن الله في سبيل الله حبا وطاعة وكرامة والله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى وثباتا على هذه الأرض نسأل الله سبحانه أن يتقبلكم إن شاء الله بنواياكم ويجركم على جرحاكم وعلى مرضاكم وعلى معاسيكم وعلى ما أصابكم وبشر الصابرين لما رب العالمين يبشر الصابرين فيش أجر بعد هيك يتخيل الصابرين فيش أجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب غرب 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 لكم الأجور عند رب العالمين اصبروا واحسنوا النوايا إن شاء الله النصر قريب بإذن الله قريب لكن بصبرنا وتقوانا وإن تصبروا وتتقوا الصبر مع التقوى بإذن الله نسأل الله أن يرزقنا ويفرغ على قلوبنا الصبر وأن يرزقنا التقوى يا رب العالمين اللهم آمين.